ما هدف سورة البقرة وما أهم موضوعاتها؟ هدف سورة البقرة أن تكون تقيا مسرعا للخيرات. موضوعاتها عبارة عن 6 موضوعات بست مراحل. المرحلة الأولى تعليم للتقوى مباشر، وده 29 آية. المرحلة الثانية تعليم بالتقوى غير مباشر، وده 112 آية، واخد 3 نماذج: قصة إبليس، قصة بني إسرائيل، قصة إبراهيم. تعليم تطبيق هذا على النفس، وده 5/4، وتطبيق على الأسرة، وده 40، تطبيق على المجتمع، دول 5/4، واختبار أخير. الجزء الأول والثاني 29 و112 دول عن الجزء الأول. التطبيق على النفس والأسرة والمجتمع والاختبار الأخير دول عن جزء ونص. أقول أعوذ بالله من الشيطان. موضوعات ربع إذ استسقى. إذ استسقى فيها 3 قصص لبني إسرائيل مع 3 اللي كانوا في الربع الثاني، دول 6 قصص اللي حصلوا في حال الأنبياء. 3 قصص: حماهم من موت الجسد، حماهم من موت القلب، حماهم من موت الفتنة. حماهم من موت الجسد عن طريق ال 12 عين اللي سيدنا موسى فجرهم، والمن والسلم. لو النتيجة لم يشكروا النعم ديت فانتقم الله منهم. تاني حاجة حماهم من موت القلب، ازاي؟ ادهم التوراة ورفضوها فحط في ايهم الجبل لحد ما قبلوها، وبعد كده لم يشكروا هذه النعمة وتولوا. تالت نعمة ان ربنا حماهم من موت الفتنة، قال لهم اذبحوا بقرة عشان نعرف مين القاتل ما يحصلش فتنة، فجدلوا 4 مرات. اول مرة هزوا، ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ شكرا. شرح تفسير الربع الرابع من سورة البقرة: وإذ استسقى موسى لقومه. هذا الربع بيتكلم على 3 قصص من القصص العصيان اللي حصلت في حياة الأنبياء. قلنا بني إسرائيل عصوا ربنا 13 مرة في سورة البقرة. أول مرة كانت إقامة حجة، و6 مرات في حياة أنبيائهم لحد سيدنا عيسى، بعد كده النبوة وقفت، و6 حاجات بعد الموت أنبيائه. طيب ال6 قصص دول كانوا خدنا منهم 3 الربع اللي فات، اللي هي نجاهم من فرعون فعبدوا العجل، راحوا يعتذروا لربنا فقالوا أرنا الله جهرة، وتالت حاجة ربنا قال لهم ادخلوا القرية قالوا اذهب أنت وربك فقاتلها. طيب دول 3 قصص. 3 التانيين بقى في الربع دوت. ايه التلاتة دي؟ حماهم من موت القلب بالماء، حماهم من موت الجسد بالماء والمن والسلوى، وحماهم من موت القلب بالتوراة، وحماهم من موت الفتنة بالبقرة. ناخد أول واحدة، حماهم من موت الجسد بالماء والمن والسلوى. أول نعمة ربنا أنعم عليهم وهم ماشيين في الصحراء مش لاقيين مية تكفيهم. 12 قبيلة، أقل قبيلة فيها 1000، يعني 12000 واحد عاوزين يشربوا مية. فربنا أوحى إلى موسى أن استسقي، وإذا استسقى موسى يعني طلب السقية لقومه. طيب النعمة الثانية، فقل نضرب بعصاك الحجر، فضرب بعصاه اللي فجر بالبحر، ضرب الحجر. بعد ما ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينة قد علم كل أناس مشربهم. ودي نعمة لوحدها، أن كل قبيلة انفجرت العين بجنبها بحيث ما يتعركوش على عيون الماء، وكل عين على قد القبيلة وعددها. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله، يعني كلوا من من وسلوى واشربوا من العيون الـ12، ولا تعثوا في الأرض مفسدين وما تعملوش معاصي. شكرا لهذه النعم. يبقى عندنا نعمة ان ربنا خلى موسى يستسقي، نعمة ان ضرب بعصا الحجر فانفجرت 12 عينة، نعمة ان كل قبيلة انفجرت عندها العين بتاعتها، نعمة ان ربنا ادالهم الطعام المن والسلوى مع الشرب، نعمة ان ربنا قال لهم كيف تشكرون هذه النعمة، ان انتم لا تفسدوا في الارض، يعني لا تعثوا في الارض مفسدين وما تعملوش المعاصي. دي النعم وده المطلوب منهم. طيب النتيجة، أول معصية عملوها ما شكروش تلك النعم. مفروض يسجدوا لله شكرا على نعمة المية والمن والسلوى، ولا شكروا النعم دي خالص، واعتبروا نفسهم مظلومين وقالوا يا موسى
ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. البقل هو كل ما ليس له ساق. البقل مش بقوليات، الكلام ده غلط. البقل عكس الشجر، الشجر له ساق والبقل ليس له ساق. يعني عاوزين سلطة، الحاجة اللي بتطلع من الأرض من غير ساق اللي هي الخس، الجرجير، البقدونس، الطماطم، الخيار، حاجات السلطة كلها. فعاوزين مع اللحمة والعيش سلطة. بقلها وقثائها اللي هي القتة وفومها. الفوم حاجتين، الفوم عند العرب حاجتين، الثوم والقمح. تاجر الفوم عند العرب هو تاجر الثوم وتاجر القمح. وعدسها اللي هو العدس المعروف، وبصلها البصل المعروف. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني انتوا تسيبوا الذي أدنى بالذي هو خير، اللي فيه البه دايما هو اللي بنرميه. يعني انا لو قلت استبدلت الجني بالدولار يبقى انا بعت الدولار وخبطت جني. لو قلت استبدلت دولار بجني يبقى مسكت الدولار ورميت الجني. اللي فيه البه دايما هو اللي بيترمى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ رغم ان فيه خير ولو بتاخدوا الأدنى. ففرض عليهم فرض جديد. ايه الفرض الجديد؟ الفرض الجديد انهم يجاهدوا في سبيل الله ويدخلوا اي بلد ويحتلوها وينشروا فيها الدعوة ويأكلوا العدس والحاجة اللي هم عاوزينها. اثبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم. خشوا اي بلد وقرية فإن لكم ما سألتم. طب هم جبنة ما بيحبوش الجهاد، يبقى لا شكروا النعمة ولا قبلوا الجهاد. فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله بسبب عدم شكر النعمة ورفض الجهاد. الذلة يعني دايما مذلولين ومهانين، والمسكنة يعني دايما مش عارفين يتحركوا وشايفين نفسهم فقراء. والمسكنة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا. طب ايه بقى الذنوب اللي خلت المعصية تنزل عليهم؟ اول حاجة الشرك بالله، دي اول معصية، الشرك بالله. قال الله تعالى ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله. طيب كفروا ازاي اما حرفوا بالتوراة والانجيل؟ وكذا كفروا ازاي اما رفضوا انهم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واما قتلوا الانبياء؟ الذنب اللي اقل منه ويقتلون النبيين كزكريا ويحيى بغير حق. يعني بغير حق ده زيادة في التشنيع، يعني ما فيش ان النبي بتقتل بغير حق بحق، ولكن بغير حق زيادة في التشنيع. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والثالث حاجة انهم كانوا بيعملوا معاصي زي الزنا والربا وشرب الخمر والتبرك، واول معصية كانت فيهم كانت التبرك. طيب ربنا انقذهم ازاي من هذه المعصية التي لاقوا فيها المذلة والمهانة؟ دعاهم للتوبة، دعاهم للتوبة. قال الله تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الاربعة دول، من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اي واحد عيتوب من الاربع ملل دول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ليه خصص الاربعة دول وما قالش المشركين؟ لان الاربعة دول اصل دينهم التوحيد، والخلل طلع على دينهم. يعني الصابئة اصلا دينهم التوحيد وبعد كده جاء خلل على دينهم فعبدوا الشرك. النصارى اصل دينهم التوحيد وبعدين حصل خلل فقالوا المسيح ابن الله. اليهود اصل دينهم التوحيد وحصل خلل فقالوا عزان ابن الله. فدعا الاربع ملل دول لاصل دينهم التوحيد ان هم يرجعوا ويتوبوا الى دينهم، وكل من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. بداوا يتوبوا وانتهت هذه الفتنه انتهاء كاملا. طيب كده خلصنا الفتنه الاولى، هم عصوا وربنا انعم عليهم بنعم، ما شكروش، قالوا لهم خش البلاد، رفضوا الجهاد، اتعاقبوا بالذله والمسكنه، ودعاهم للتوبة فتابوا. اللي تاب منهم هو اللي ربنا أنعم عليه وكمل، واللي ما تابش ربنا غضب عليه وعذبه وموته. طيب نخش بقى في القصة التانية. ربنا أنعم عليهم حمى قلوبهم بالتوراة. طيب
وأخذ الميثاق منهم يسمعوا كلام ربنا في التوراة. رفضوا الميثاق وقالوا لا، احنا هناخد من التوراة الأحكام السهلة، أي حكم صعب مش هناخده، مش هناخده موضوع الرجم ده. ليه؟ لأن أكتر الأغنياء بتوعنا بيزن، يبقى هنقعد نرجمه في الأغنياء. فالمهم قالوا مش هناخد من التوراة الأحكام الصعبة. فإيه اللي حصل؟ أما رفض ياخدوا التوراة، وإذ أخذنا ميثاقكم، إن أنتوا تاخدوا الكتاب، رفضوا، قالوا لا الميثاق ناخد الحاجات السهلة بس. فربنا أما لقاهم مش عاوزين التوراة، والتوراة دي في صلاحهم. فالأب لما يجي ابنه يرفض الإبرة وهو هيموت لو ما خدهاش، بيدوا الإبرة غصب عنه رغبة في صلاحه. فرغبة ربنا لله المثل الأعلى، طبعا ما نشبهش بس احنا ندي حاجة تقرب يعني. فربنا أراد بيهم الخير فعمل إيه؟ راح مطلع الجبل الطور وحطه فوق ال 12 قبيلة وقال لهم لو ما قبلتوش التوراة هينزل عليكم الجبل ده وعتمته. فعلى طول قبل التوراة، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اذكروا ما فيها دايما عشان تتقوا ربنا وتتقوا عقاب ربنا. طيب في سورة الأعراف، وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الأعراف وضحت بقى حاجة تانية، إن ربنا الجبل ده ما طلعوش بسهولة. الجبل ده طلعه ازاي؟ ونطقنا، يعني عدنا الملائكة فاتت زعزعوا زعزعوا عن الأرض كده لحد ما طلعته، لأن معظم الجبل تحت الأرض. ونطقنا الجبل يعني نزعناه بقوة كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، وفعلا كان هيقع إيه بهم. ثم توليتم، وبعد ما أخذتم العهود قدام ربنا توليتم وجيتوا على الرجم، خليتوه جلد وتحميل وغيرتم الأحكام الصعبة ولا همكم من ربنا عمل. طيب وبعدين، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فلولا فضل الله ورحمته، لولا أول ما بدأت العقوبات تنزل عليهم وبدأوا الأعداء يدمروا فيهم تاب منهم أعداد كبيرة جدا، فربنا تاب عليهم وأبقاهم على الحياة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالتوبة لكنتم من الخاسرين. واللي هيخسر مش اللي غلط بس، اللي هيخسر اللي غلط واللي قاعد يتفرج، لكن اللي هينجو اللي عمل صح وأنكر. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على الكلام ده، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اهلكنا اللي عمل الغلط وخالف الميثاق واللي سكت، ونجينا الذين ينهون عن السوء. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اصحاب السبت دول كانوا يهود على البحر، وكان ربنا لقاهم في الصاق، فكان بيعاقبهم ان يوم سبتهم اليوم الحرام فيه الصيد تأتيهم حيتانهم شراعا. يشوفوا الحيتان كده، يعني الحوت يعني السمك، مش الحوت بمعنى الحوت الازرق، لا الحوت في اللغة العربية يعني السمك. واحد اشترى كيلو حوت يعني كيلو اسماك. يتأتيهم حيتانهم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فالناس دي عملت ايه؟ انقسموا ثلاث اقسام. قسم عمل الغلط بقى يرمي الشباك يوم الجمعة ويلمها يوم الحد، ويقول انا ما بسطتش، امال الشباك بتعمل ايه؟ دلت حيله على الشرع. وقسم سكت وقال وانكر على المؤمنين اللي بينكروا عليهم، فقال لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا اليما. فالمؤمنين قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يرجعون. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت. يعدون في السبت يعني تعدوا حدودهم في السبت، فكانوا بيرموا الشباك الجمعة ويلموها الحد. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. من أكبر عقوبات الذنوب إن ربنا يصل لك الذنب. أما تعمل ذنب ربنا يصل لك الذنب التاني، ده من عقوبة الذنب الأولاني. فربنا قال لهم اللي خالف الميثاق واللي سكت على اللي خالف الاثنين يتعذبوا، زي ما اصحاب السبت قلنا لهم قوموا قرادة خاسئين
يعني مسخناهم قردة خاسئين يعني مبعدين عن رحمة الله، فجعلناها نكالا يعني جعلنا قصة أصحاب السبت نكالا، نكالا يعني عقوبة وعبرة تمنع غيرها. النكال إن أنا عاقب واحد يصير مع الآخرين للذنب ده، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، لما بين يديها اللي موجودة في العصرها وما خلفها في العصور القادمة، فهي عبرة لعصرها أو العصور القادمة، وما خلفها وموعظة للمتقين، للمتقين اللي بيخافوا ربنا. طيب كده خلصنا العصيان، العصيان الثاني اللي هو ان هو انقذهم من من الموت القلب بالتوراة. طب العصيان بقى الاخير والموضوع الاخير، انقذهم من موت الفتنة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان واحد غني جدا جدا، الراجل دوت من بني اسرائيل ملوش ورثة، فاولاد اخوه هم اللي هيورثوا لان اخوه ميت، فاولاد اخوه استعجلوا موته فقتلوا، وعشان ينفوا التهم عن نفسهم لان هم المستفيدين بموته، خدوه رموه عند قبيلة تانية بين قبيلتهم والقبيلة التانية ثار. فاول ما صبح الصبح لقوا الميت عندهم، قالوا خلاص يبقى القبيلة دي، وبدأت الاعداد للحرب. القبيلة دي بتستعد عشان تدافع عن نفسها، والقبيلة دي بتستعد عشان تاخد بطار الراجل اتقتل. طب في 12 قبيلة كمان انضموا، بقى 6 قبائل هنا و6 قبائل هنا، وكادت تحدث مذبحة بينهم لولا ان ربنا نجاهم. واذ قال، واذ يعني واذكر وقت، واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ليه؟ البقرة دي هتحيي لكم الميت وتحدد مين اللي قتل ونوقف الفتنة. ما هو الفتنة كلها احنا مش عارفين مين اللي قتل، هي دي المشكلة. فهم بقى عملوا ايه؟ جادلوه 4 مرات، وده بقى عدم شكر النعمة. اتتخذونها هزوا؟ ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ جادلوه 4 مرات. طب ايه عقوبة اللي جادل؟ اتشدد عليه. كل اللي بيجادل في الدين بيتشدد عليه. قالوا اتتخذونا هزوا؟ يعني انت بتستهزئ بينا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، من الجاهلين اللي بيستهزئوا بالناس. يبقى عن نستفيد حاجة من الآية دي، ان الانبياء معصومين من الذنوب، ان الانبياء معصومون من الذنوب، ولا يوجد نبي عصى ابدا لا صغيرة ولا كبيرة، الانبياء معصومين. اني اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. امال ادم عصى ربه فغوى؟ عصى بمعنى فعل ما لا يليق بالنبوه، بدليل ان ربنا قال اما عنه فنسي ولم نجد له عزما. يبقى الذنب اللي عمله ادم ده كان نسيان، يبقى مش ذنب، ولكن اتعاقب بيه لان مكانته كادم ما تسمحلوش ان هو يخالف. فحسنات الابرار سيئات المقربين. نراجع المسألة ديت، فالايمان بالرسل في العقيدة في كتاب الفقه المعصر. الانبياء معصومين من الصغائر والكبائر. دي اول جدال. الجدال الثاني، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض، يعني مش كبيرة في السن، يعني بيقولوا ايه، مقفلة اسنان، يعني اسنانها كلها كبيرة، ولا بكر، لسه صغيرة ما كسرتش سنتين، لا كبيرة ولا صغيرة، عوام بين ذلك، يعني وسط ما بين ذلك. وبعدين نصحهم بعدم الجدال وقال لهم فافعلوا ما تؤمروا، اي بقرة تضحوها هتقف الغرض. ولكن هم جادلوا وقالوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها يعني شديد الصفرة، الحاجة الفاقعة يعني شديدة اللون، فاقع البني، فاقع الاحمر يعني شديد، تسر الناظر. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. كلمة ان شاء الله دي بقى هي اللي خلتهم يوفوا. قالوا انه يقال انه يقول انها بقرة لا ذلول، يعني لم تزل. طب البقرة تتزل فين؟ في حاجتين،
اول حاجه تتحط ولا محراث لعين واحده كده، تفضل ماشيه طول النهار عماله تحلت في الارض، طول النهار تحلت ارض. يارات واحد 175 متر. دلوقتي ما شاء الله الجرار بيجيب الفدان، بس كان زمان كان دوت مسؤوليه البقر والحمير والبهائم. فدي ما كانتش لا زلول تثير الارض، يعني لا لا تزلول اللي هي بتثير الارض، وليست زلول التي تسقي الحرص. ودايما كان بيستخدموا الجاموس فيها، ان يحطوا الجاموس على الساقيه وتفضل الجاموسه رايحه طول النهار بتلف عشان تسقي الارض وترفع الميه من الحته المنخفضه للارض. مسلمه لا شيئة فيها، مسلمه يعني لونها صافي ما فيهوش اي شوائب. قالوا الان جئت بالحق. سوء خلق يعني ايه؟ هل في نبي جاب الباطل؟ سوء خلق بكل المقاييس. فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني كادوا انهم ما يعملوش كده لولا انهم قالوا ان شاء الله. وعلى فكره القصص بتقول انهم ما لقوش غير بقره واحده، وصاحبها طلب كم مبلغ ضخم جدا فيها واضطروا يدفعوا. المهم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني كل واحد بقى يدرأ التهمة عن التاني، يدرأها يعني يزقها عن التاني. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فكل ضربوه ببعضها، فبعد ما ذبحوا البقرة خدوا جزء منها، ضرب الميت، الميت صحى وقال اللي قتلني فلان ورجع مات تاني. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قل قولي هذا واستغفر الله. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.